قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي سؤال. قال: وإني سألت ربي لأمتي. لا الحظ ونعم الحظ، وهو أن وجود الخير في يد الإنسان لا يجعله في منأى عن بركة الله عز وجل والافتقار واللجوء إليه. ولذا كأنه عليه الصلاة والسلام يقرر ما ذكر في النصوص من أن زيادة النعمة تؤدي إلى الطغيان المؤدي إلى الهلاك. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. لما رآه استغنى. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. لما أن آتاه الله الملك. قال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال تعالى: أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. ولذا لما بشر بهذه البشارة لجأ إلى ربه عز وجل من أن تقع هذه الأمة بعد التوسع أن تقع في ماذا؟ في مخالفة أمر الله عز وجل، فيحل بها سخط الله عز وجل وعقابه.